سامع صلاح بيه بيقول ايه؟ حتى لو الدراعين طاروا طبعا هاخدم بلدي، ده احنا لسه ما عملناش حاجه لبلدنا. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني اللي يسمع صلاح بيه وهو يتكلم يحس قد ايه قد ايه الجهاز ده جهاز عظيم، وقد ايه ان الشجره اللي بتروى بدماء الشهداء لابد انها تطرح اطفال، وده وصل من اطفال اللي طرحتهم شجره مصر العظيمه اللي مرويه من وحضرتك كمان واحد منهم، ما حضرتك كمان الحمد لله الحمد لله تعانيت من ده وتاثرت من الارهاب وما زلت، وربنا مديك القوه. طبعا الحمد لله الحمد لله والشكر لله. تقولي للناس اللي عمالين كل شويه الداخلية 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 رجعت زي عويتها، الداخلية رجعت تضرب الناس، الداخلية رجعت تعز، الداخلية بقى رجعت أسوأ مما كده، بيقولوا كده. أنا عايز زي ما حضرتك تفضلت وقلت في سياق كلامك إن في ناس حسوا إن البلد ابتدت تستقر. نعم. ابتدت تمشي على التراك المظبوط وهو من مصلحتهم إنه ما يحصلش كده. فعشان يضربوا البلد ديت في مقتل يعملوا ايه؟ يبتدوا يضربوا جهاز الداخلية اللي هو بيحكم الأمن لهذه البلد، والأمن ده زي الماء والهواء يعني متطلب أساسي. فيضربوا البلد ازاي؟ ويبتدوا يضربوا التقدم والاستقرار اللي وفره لنا سيادة الرئيس ورجالة المخلصين، يبتدوا يضربوا من الكلام ازاي؟ عن طريق ضرب الداخلية زي ما حضرتك تفضلت وقلت. بس هيهات، لان طول ما الداخلية فيها رجالة زي صلاح بيه الله يبارك لازم يعني لا يمكن تقع ابدا. الله يبارك فيك. طول ما الداخلية فيها ضابط زي الرائد ضياء اللي اخذ قنبلة فحضنه عشان بص وراه لقى في محطة بنزين لو القنبلة دي انفجرت فيها هتعمل مصيبة، فضل ان هو ياخدها في حضنه والمصيبة تيجي فيه هو عن ان يحصل دم او يشوف دم من بني وطنه، من بني وطنه الناس المحترمة اللي احنا بنعشقهم وبنعشق تراب رجليهم. ربنا يقدرنا وربنا يقدر زملائي وربنا يقدرني ولو بشيء بسيط اقدر اسعد بيه الناس في البلد دي لان هم يستاهلوا فعلا. صلاح بيه ما كملناش الواقع. انفجرت عدينا انفجرت